قالوا بعدا انا تنسمعهم قالوا راه العرب راه جاي جاي العرب قال لي للسوق راه قال لي عرب نطلعوا للسوق دابا شحال باش تباع هذا 145 ها 145 داك 85 85 اش تكذب 85 كتهرس وشفتيه والله يستر عليك 85 انا الناس غادي انا اللي خيرت شوف ما خرجنا لك 85 باش 85 انا اللي ولا بغيت تقول لي 100 كذب وين 100 160 انا كوليك لا ما كايناش كاينه 85 باش بعدا شاطك بغيت تكذبي عليه الله يهديك انا اللي خيرت لهم نعم اخويا انا اللي خيرت لهم 85 باش مشى 88 باش مشى وراه كبير تبارك الله كبير خروف نيت وداك حولي مخير هذا راه ما تديش 85 لا والله الا ديتيه الرباط باغا يسوا 160 ولا اكثر هذا يمشي يتباع بالرباط 160 الرباطيه تسمعوا البراني يدخل هنايا عايشافونا حنا برانيين وهما يطلعوا السوق والله العظيم الا بحال هادشي اللي وقع بالله يقلف ولكن هادشي اللي تسمع هاد السوق هادي راه بحال زاد شويه هاد الاثمنه راه جيت انا والله الا جيت مع ناس من بني ملال من كازا راه ناس عندنا الناس في كازا تمشي معاهم تنشري ليهم وتنتعاملوا مع الناس ولكن هاد السوق راه تزاد الثمن لا داخل براني اليوم ماشي بحال السوق ماشي بحال ماشي السيمانه فايته اليوم داخل بنادم بزاف داخل الشراء كاين شراء بزاف والكسيبه قليله شويه ناقصه ماشي بحال حيت الناس راه تقريبا شرجوا الناس شراو من هنا وشرجوا مشاو للمدن الكبار هذا شحال عطاو 57 شحال بغيتي فيه 60 ما بزاف شويه لا ماشي بزاف كاين تمن زاد تمن اليوم ياك انا الخير هذا 62 اللي عطاو 62 شحال بغيتي فيه قلنا فيه ما بزاف شويه ها رخيصه الله يسخر لك سنا الحليب انا نعم سنا الحليب سنا البنات شي اللي باغي فيه 70 عطاو 62 الف ها زايده شويه نغيزه اليوم ياك شويه ها شحال زايده اليوم تقريبا تزيد واحد 100 درهم ولا ها 100 درهم زايد اكثر من 100 درهم انا اللي شتا زايده 8000 ريال اللي زايده لا لا ما تهمش 8000 ياك اه والله يسخر شي قالوا الناس انا ما تهمش الله يسخر لي شحال هاد الحولي هذا 46 اللي عطاو 46 شحال بغيتي فيه شحال بغيتي عطاوني 46 وانت شحال بغيتي انت 46 ما قنعتيش بها لا استوى هذا عطاو 46000 ما قنعش بها باوا حنا شحال باش تقدر تبيع يزيدك 1000 ريال تبيع ولا لا 45 تبيع 47 تبيع باغي 50 انت جينا اخويا من بني ملال على حساب الثمن زعما شنا القناه زعما مليحه الحواله رخاص ساعة والو جينا لهنا دابا صدمنا في الثمن والو الثمن شاعل بزاف كاع خرفه انا صغار تيقولك 70 80 عطاوني والبراني جا بزاف اخويا من بني ملال هنا اللي شنا حنا راه جا براني بزاف ولكن اخويا والو صدمونا في الثمن والله الا زعما راه لا حول ولا قوة الا بالله. بان الثمن راه تزاد غير اليوم. راه عرفتي اليوم راه بالنسبة للوطا راه الوطا بحال 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 السردي بحال هذا ديال الجبل يعني بهذا الثمن ديال اليوم راه بحال بحال اللهم نشريو حنا السردي حسن لينا نمشيو نهودوا البلاد ديالنا اخويا هادشي راه الثمن وما كاين لا سمونية والو راه خاصها شوية السمونية هنا ما كاينش شي علف بزاف المليح راه داير الثمن هنا راه فوت المليح الا بغيتي المليح مزيان. هادشي اللي كاين اخو هادشي وما نكذبوش على الله كاين شي حوالا شفتهم هنا في المهم 100 الفوق راه دابا بغيتي السمونيه وما بحال هكا من الستيل لتحت راه ما كايناش تنقول لك الله يحسن العوال الدرويش اصحابي والو بنادم تيقول لك العلف زايد والعلف زايد والعلف زايد ما يشريوش بالغلا خليو انتوما كاع ما خصناش حنا كاع العيد الا كان على الغلا اللهم ما خصناش بالعيد هو حتى صعب بزاف الثمن تيقول لك العلف هما كاع ما معلفين راه ديال الجبال راه تيكون اسرحين الاغلبيه تيعلفهم واحد شهرين ولا سميتو وكاين الدعم ديال العلف ما كانش راه يسمعوا البرنامج اليوم وراح تبعنا حنا القناه ديالك راه تبعت شي ثلاثه الفيديوهات شي ثلاثه السواق تنشوف اثمنه زوينه ولا كيفاش جينا اليوم تصدمنا طالع اليوم الثمن بالنسبه للسواق اللي فاتوا راه اليوم الثمن راه طالع فرق كبير بزاف والله يهدي ما خلق هذا هو اللي كاين اللي حسن العوان الدرويش والدرويش مسكين هذا العام شي شويه مكرفس بزاف كاع خلي عليك الدرويش ديال 50 وديال تندويك انا الدرويش مسكين اللي غادي يعيد ب 26 ولا كذا راه ما شايط ليه والو هذا العام راه موحاش بزاف ديال الناس ما غاديش يعيدوا هذا العام ربما هذا الشيء اللي تنظن انا اللي قلت انا بزاف انا بنشري دابا ب 60 ما كايناش 60 فين هي انا بانت لي كاع 60 حواله ديال 60 والو كلشي اخر يف صغير تيقول لك 70 كاع دوك اللي تيعجبوني المهم فايتين
فايتين 80 الفوق اللي تيعجبوني شي شويه اللي بانوا لي فيهم شويه الضوء فايتين 80. وما بالنسبه 60 50 راه ماشي لك حتى حاجه. هذا بشحال؟ 70000 باش مشى؟ هذا بشحال مشى هذا؟ شحال مشى؟ 100000 اه البلاد راه شنا الحليب وراه شعلته العافيه شمسنا الحليب هذا راه كانوا عام 60 لكم اخوان. تيقلفت كيفاش بان لك السوق؟ انا راه ولد تيقلف ولكن هذا الشيء اللي تنسمع هذا السوق هذه راه بحال زاد شويه هذه الاثمنه. راه جيت انا والله الا جيت مع ناس من بني ملال من كازا راه ناس عندنا الناس في كازا تمشي معاهم تنشري لهم تنتعاملوا مع الناس ولكن هذا السوق راه تزاد الثمن. راه اش غنقول لك راه صافي انا دعقت انا راه تزاد الثمن ديال بصح. شافوا البراني؟ وراه شافوا البراني ولكن راه الشيء ما خدامش خصهم يسروا مع الناس ولكن راه باقي شويه مزيان هنايا راه كاينين السواق الاخرين كاينين الشناقه كاينين غير 120 الفوق يعني راه باقي شويه مزيان ما بقى ميسر هنا. ولكن واخا هكاك زادوا شويه. واخا هكاك زادوا شويه ما باقي هنا شويه ميسره. انا واحد ديال الزيلا هنايا تيقلفت هنايا وسميتو باقا ميسر شويه ما راه كاينين شي نواحي اخرى ديال مودو الكبار في الرحابي الكبار ما كاين غير 120 160 الشناقه اش غنقول اش غنقول لك اسمح لي راه عرفتي هذا كان ثمن السيمانه اللي فاتت السيمانه ولا ثمن زيد بشكل كبير وراه الثمن ماشي زاد ال 1000 ولا زاد ال 1000 في السيمانه واه كاين واحد شويه ديال البلا لا كاين شويه ديال الزياده كاين شويه ديال الزياده في هذه السيمانه. واش غنقول لكم والله يهدي ما خلق وصاف والله يهدي الناس قادو مع الدراوش قادو مع الدراوش راه تيبقاو فينا. واش غنقول لك ولا تيقلف راه السمعه تتخسر حتى هي واه فري كاين راه انا جيت دابا تندوي مع الناس تنقول لهم قادو معنا شويه راه جاي من كاين اللي جاي من وجدك والله الا الناس تيصونوا عليا من طنجه من وجده من فاس تنقول لهم ها بلا ما تجيو راه شتا هذا الشيء ما عجبني صافي قلت لهم راه انا راه بزاف بنادم استغل الفرصه. واش غنقول لك انا راه جيت بعدا باغي تقدا والله الا واحد السيده راه هي والله الا باغي تقدا ليها حولي مسكينه ولا والله الا راه اش غنقول لك مسكينه قالت لك صافي غير غنمشي نرجع في حالاتي سمعتيني وسميتو. واش غنقول لك راه حنا ان شاء الله غادي نمشيو لكازا غادي نيسروا مع الناس غنمشيو لكازا نهار الاحد بحال غدا ولا الاثنين ومرحبا بكم مرحبا بالجميع مرحبا باي واحد راه شويه الناس زادت في الثمن ولكن نقولوا لهم يقادوا شويه في الاثمنه الله يستر الدرويش غيعيد كاع لي درويش ها والله تاعي غيعيد راه ما غلاو الثمن السلعه تبقى واسمح لي اسمح لي مول 40 مول شوف اسمح لي نقول لك مول 40000 ريال غيتقدا مول 50 مول 60 مول ماشي بحال هذوك اللي هذوك الشناقه اللي تيبيعوا من الفوق. باش تشوف دابا براني دخلوا التخامس توسع من كل ولد المدينه جا تزيدي عليه 10 واسمح لي راه الناس راه حتى هما شويه بحال مضرورين هنا. الطريق من كادير عندك مسكين فرح علاش شاف السوق مزيان وشكر واه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. عرفتي هذيك اللي قلتي لي قال لك 100000 عطاو لي 32 شحال؟ 32 هذا اللي بغى فيه 100000 عطاو 32000 وتيكذب لا ماشي تيكذب يعني قال لك طامع باغي 100000 باغي 32000 يعني الناس دابا عشرة البراني باغي دير العافيه لا ما كاين لا براني سوق طالع والله القسم الا بزاف على الدري واش مقارنه بالسيمانه اللي فاتت انا ركبت في السوق الثمن اللي كاين اليوم راه ما كانش واه في الصحه واش كاينه ولا ما كاينش كاينه كاينه. باش شوف نقول لك سي عبد الصمد راه تزاد الاثمنه ولكن راه براني عاوتاني راه تقصح شويه راه العلف راه تزاد من ناحيه عاوتاني براني تيجي تيقول لك اودي راه تزاد الاثمنه ودابا العلف غتصنت لي العلف انا معاك في العلف ولكن ما تقولش لي السيمانه اللي فات الثمن وتزاد دابا 15000 بالعلف ولكن اسمح لي اسمح لي السيمانه كلا الخروف 15000 واه ولكن انا مشيت تتبقى ثاني واحد السيمانه العيد ولا اربع ايام راه غتسمع اسمع شي حاجه ما كايناش كاع راه تزاد ديك ال 500 درهم حتى 14000 ريال حتى 700 درهم واش بحالهم دابا واش غادي دير اش غادي دير والله لا لا الناس راه جاي عندي السيده جايين عندي شي ناس باغي يشري لهم هنايا فهمتيني وكلشي شوف الحاجه الوحيده اللي غنقول لك كلشي غادي يعيد الدرويش غيعيد وتنتمناو هاد الناس هاد الكسابه يتقادوا معنا شويه والشناقه حنا ضد الشناقه حنا راه ضد الشناقه ومع الدراوش راه كلنا مع الدراوش راه اي واحد يعيد راه غنجيو ان شاء الله الرقم ديالك اللي بغى شي حاجه اللي بغى يعيد مرحبا سيدي مرحبا سيدي 0697 98 97 05 النمره ديال الواتساب ديالي 07 18 81 18 72 يجي عندك بشي حاجه يجي مرحبا به اي واحد مرحبا به اشري ليه ونوقف معاه وما يعطيني حتى ريال حنا راه غير مع الدراوش ولا الدراوش ماشي نهار الحد ولا الاثنين نهار الحد ولا الاثنين غنمشيو لكازا غنمشيو للشلالات ولا اناسي ومرحبا بناس كازا وكاع الناس ديال المغرب من طنجه حتى للكويره مرحبا باي واحد
هذه زاد ربي الخير تحراري وقت الحمد لله. من برا؟ من برا. كاين الرخام؟ كاين الغلا. كاين الغلا؟ لا الغلا بزاف. علاش غليتو السوق؟ ايه المليح. كاين المليح؟ ايه 70 60. ولاني اليوم غلا السوق على السيمانه اللي فاتت. ايه يا حلاوه الساعة. علاش؟ يا ربي دخل البراني. دخلوا صحاب المدينه و تقمضوهم. اللهم لك الحمد. سلك يا عون ربي. الله يسخر الله يسخر. اودي اليوم ارتفع شويه الثمن، ارتفع شويه الثمن. ارتفع الثمن تقريبا كاين زياده من 50 الف فرانك 10 الف ريال تقريبا الراس. اليوم ارتفع شويه الثمن، ماشي بحال السيمانه فايته. السيمانه فايته كاين شويه الثمن معتدل، واليوم كاين شويه زياده ب 50 الف فرانك بحال 10 الف ريال تزايدت 12 الف. البراني شويه اللي بين الثمن. لا داخل البراني اليوم، ماشي بحال السوق، ماشي بحال ماشي السيمانه فايته. اليوم داخل بنادم بزاف، داخل الشراء كاين شراء بزاف، والكسيبه قليله شويه ناقصه، ماشي بحال حيت الناس راه تقريبا شرجوا، الناس شراو من هنا وشرجوا ومشاو للمدن الكبار. ايوا هذه هي، نتمنى ربي العالمين كل واحد غادي يعيد، نتمنى سيدي ربي العالمين كل واحد يجيب ليه الله التيسير. ما تعرف باقي عندنا غدا ان شاء الله في السوق، ما تعرفش غادي يجيب غدا. اليوم السبيت بعدا راه كاين ارتفع شويه الثمن، ارتفع وغدا يد الله خير. غدا ان شاء الله باقي عندنا غدا، نشوف ربي العالمين اش غادي يوقع عاود. وتبارك الله عليكم، ونطلب سيدي ربي العالمين يفرح كاع هاد الناس اللي جاوا لعندنا يشريو، ونطلب سيدي ربي العالمين كل واحد غادي يفرح، كل واحد غادي يشري ان شاء الله ويفرح ولادو. السلام عليكم. راه زادوا علينا في الاثمنه، راه جينا للسوق قالوا ثمن كاين مناسب، ولكن بني جينا لقينا ثمن اخر 10000 زادت في الخروف. اي والله يدير الخير، هذا الشيء اللي كنطلبوا من عند الله، ونتمنوا من الكسابي يدير شويه المروه للدرويش. شافوا البراني؟ شافوا البراني دخل. شافوا البراني بني دخل البراني. جينا من كازا، احنا جينا من كازا. احنا جينا من كازا. الحمد لله الحمد لله. كل واحد احنا جينا من البراديه، وبغينا قلنا الثمن كاين ناقص، جينا غنشوفوا الساعه اللي صنا الثمن زين مزيان، كاع كاين الثمن. يلا خويا زاد شي 10000 ولا 12000 في البهيمه اللي زادوا على البراني. اللي زادوا على البراني. يلا يدير الله خير. مرحبا. السوق السيمانه اللي فاتت وهاد السيمانه؟ اودي هاد السوق غالي، ماشي بحال داك السوق الفايت. هاد السوق غالي بزاف والله، الا جيت نتخضى دابا ما ديت والو بالغلا. ياك والله ما ديت. شحال زايده على السيمانه اللي فاتت؟ تقريبا 4000 ريال 5000 ريال زايده. وكثر عادي ديال الدراوش، وخلي الحولي راه تزاد فيه 15000 20000 اللي تزاد. اللي تزاد واه. شنو السبب خلاهم؟ خل البراني. انا قلت لك على حساب الدرويش، محال كان بعدا محال واش نعيد. عيد والله لا معقول، غالي كاين الغلا خويا بزاف والله لا بزاف والله. الا جيت قبيله مع جوج قلت دابا دير الدوره تاعك، قلت لك شي غالي صافي. ايوا الله يرحمنا خويا، الله يرحمنا، الله يحفظك، الله يرحمنا خويا، الله يرحمنا. السلام عليكم. منين جيتي اخويا؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بلا ما نكذبوا على الناس، داكشي نيشان، انا ما نكذب، ما داكشي اللي كنقولوا. انا راه انت مواطن. منين جيتي؟ انا مواطن، جيت عهد الصباح هذا، جيت من بالضبط من الخميسي تعميره، بالضبط كاع بالضبط من تيفنيت، نواحي ديال المهم تيفنيت. بالنسبه لهذا الشيء ديال الاسواق، انا تنتبع هذا الشيء ديال الاسواق كثير في التليفونات، في فيسبوك، في دري صحابي تيكونوا تيعطونا معلومات. ربما ربما وماشي ربما 100% ارخص سوق اللي شفتونا في المغرب هو ديال تيكلفت. ارخص سوق اللي شفتو بالنسبه للدرويش الا بغى يعيد يجي لتيكلفت. اما بالنسبه ان اليوم راه تزاد الثمن، كيقولوا اليوم ما نحكمش عليك، لحقاش انا يلاه جيت هذا الصباح هذا، يلاه خرجت انا عاد للسوق، اقسم بالله باقي ما باقي ما شفت، باقي ما زعما ما ساومش شنو كاين، غير حكما على داكشي كنت نسمعنا من قبل، يعني راه ارخص سوق هو هذا. اما بالنسبه لنا شفت انا في الخميس، الخميسي تعميره، هذا الخميس اللي داز ديال البارح، انا كنت تمايا. الله يحسن العون الجميع، كاين اللي ما لقاش علاش يحط يدو. خروفه صغيره تقريبا والو 40 60 50، الا الحولي اللي شويه بحال ناقص شويه الحولي هذا العام هذا. هاد مؤخرا الخروف الحولي بدا تينقص، اما العبور راه باقا شاده السوق. تنهضر كان على اسواق اخرين. اما بهذا الغلا ديال اليوم اللي كيقولوا الناس، بان لك انت السوق رخيص هنا اليوم. لا بالنسبه لليوم ما نحكمش، زعما شفتيش السوق؟ ما نحكمش اليوم حقاش ما شفتش، تنحكم انا على السواق اللي دازوا. كان ثمن مناسب،
مقارنه مع داكشي اللي كنا نشوفو في السواق اخرين. هنا راه كاينه العبوره هنا ديال 40 دايره في بلاد اخرى، بلاصه اخرى دايره ب 60. منين جيتي؟ جيت من بني ملال. كيفاش جيتي للسوق باش تقدا؟ جيت قالوا لي كاينه هنا الرخا. كيفاش جيتي؟ باش جيت في الطوموبيل كاريا لقيت شويه الغلا تخي شيخ. زادوا؟ زادت الاثمنه 1500 زادوا، لان تعرفوا الواحد براني. شافوا الناس برانيين قالوا صابوا الناس برانيين. الناس ما فحالهم جات باش تشري. والمسكين في هذا الزمان ما يعيدش بالنسبه لهذا العام. ما نعيدوش. انا نقول لك اخويا الصراحه اللي كاين. طلع عليكم الدم صراحه. احنا غاديين بحالنا. صافي جيتوا. ما شريناش، جينا احنا غاديين بحالنا. السمانه اللي فاتت كان رخا، ولكن اسمعوا زعما هذا الشيء حشومه ما خصوش يكون. تقلوا علينا شويه اللعب. الشيء اللي كاين انا نقولها لك اخويا. السلام. جيتي اخويا السوق اللي تيقلبت اليوم؟ جيت طلعت من بني ملال. طلعت من بني ملال فحال اليوم راه كاين الرخا شويه، واليوم راه شاعلين العافيه. تماما. وبالعكس السبت اللي فات السوق اللي فات داخل الحلي مزيان، وهذا السوق هذا بالعكس داخلين غير الخروفات غير الحليات. والثمن راه الثمن راه العافيه شعله راه غلا، وهذا الشيء راه غالي. المعقول غير تسمعوا البراني يدخل هنايا عايشافونا احنا برانيين وهما يطلعوا السوق. والله العظيم الا بحال هذا الشيء اللي وقع بالله. وهذا الشيء حشومه. هذا الشيء حشومه ما خصوش يكون، ما خصوش يكون. قالوا راه اش قالوا بعدا انا تنسمع فيهم قالوا راه العرب راه جاي العرب قال لي للسوق، راه قال لي عرب نطلعوا للسوق. وتشوفي انت اللي ما عمرك شتيها تشوفيها. حتى حنا جينا السيمانه اللي فاتت كان رخا. كان رخا راه رخا، علاش رجعنا؟ السيمانه الاولى جينا كاينه رخا شويه، ودروك في هذا السوق الاخر راه شاعلين العافيه، العافيه شاعله. واش يخرج نيت ما كاينش. راه عاد طلبوا الثمن وتا حاجه ما كاينه. والناس ما كاينش شاري. ما كاينش شاري والو، عايش دينهم وبقاو زايدين. ما عرفتش بغاو وتطلبوا لهم شي حاجه خياليه. معقول يتقال؟ والله الا خلي لهم اش الله يهديهم. اش غادي نقول لهم؟ هما غادي يبقاو قاعدين وحنا راه واقفين. الصلاه على النبي، هذا الشيء هو اللي كاين. صافي وتا حاجه، حتى واحد ما غادي يقضي تا غرض، لا حنا لا هما. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. حشومه الواحد. حشومه عليهم. يا راه ما متقينش الله، كون تقي الله غادي يبيعوا بالمستوى ديال البيع. كل بهيمه بالمستوى ديالها. هما دروك راه هادشي اللي تيقولوا راه ما هواش هذاك المسكين، الله يكون في عوانه. المسكين راه غالي عليه الحال، واخا هكا راه غالي عليه الحال. معقول يتقال؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. اش نقول لك اخوان سمعوا هاد العيد هذا قرب صافي، ويات شعلات العافيه. كاينه 1000 درهم، كاينه 1500، كاينه 500. الله يحسن العون الدرويش. الله يحسن العون الدرويش اخوان. منين جيت انت؟ صراحه انا ودبني ملال. شتي الفيديوهات اللي فاتوا؟ شتي ديال ولادي عيش، ديال البراديه شت. ولكن زاد الثمن هذه السيمانه الاخرى، طلع الثمن شويه. نعم؟ دخل على حساب سميتو، على حساب الثمن. سمعوا هنايا شويه ناقص الثمن وجاي البرانيين يعني على حساب قضوا من هنايا يعني. وفاش جاو؟ جاو تقطاو الحمد لله، ولكن طلعوا الثمن شويه. بركه شويه كاين الثمن. علاش طلعوا زعما؟ باينه راه دابا الوقت هي اللي الوقت ما والو. السيمانه اللي فاتت كان واحد الثمن، تزيد لي الثمن على بران. واحد جاي من الرباط ولا الضربين راه خاسر منكم وخاسر. اسمح لي، السيمانه فايتاك مازال ما شراوش الناس العيد. دابا كل واحد جا بغى يقطي العيد، داكشي علاش ولا الثمن شويه. شعلوا العافيه. شعلوا العافيه، ولكن راه خصهم يديروش هذا الشيء. ايوا الناس جاو فرحانين عندهم، يتهلاو فيهم. الحمد لله. حنايا عايد يشري اللي ما بغاش. ما يشريش ياك، ما خاسر والو انت. لا 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 ان شاء الله غادي يعيد، كلشي غيعيد ان شاء الله. كلشي غيعيد ان شاء الله، كلشي غيعيد. نعم؟ باقي تهرس الجا. راه النعاش كاين ب 26 25 كاين 40. كاين الناس راه ما شراتش. الشاري راه هارب. واه شراو، شراو الناس، شراو الناس، شراو الناس. شراو في الصباح. بارك الله عليك اسي. والله اسي بارك الله فيك، الله يكثر خيرك اسيدي. علاش غليتوا الثمن على الناس؟ على الناس؟ شوف لي كتاب الله. كلشي غيتعيد ان شاء الله. كلشي غيتعيد. كلشي غيتعيد ان شاء الله. غيتعيد ان شاء الله. كلشي كاملين غيتعيد ان شاء الله. كلهم في القد ديالي. المهم الغلا هو اللي جبنا الله سبحانه. الله اللي جاب الغلا. ايه الله هو اللي جاب. ماشي على الغلا. يجيب البلا. لا 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 حاشا ولله، لا حاشا ولله.
حاجه ولله. لا عيش واحد حاجه تقلقنا، جو الناس اليوم وتزاد شويه الثمن السيمانه اللي فاتت. ايوا على 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 حساب ديال الله سبحانه. ما قالش لهم زيدوا، هما اللي زادوا. قال لي البراني دخل راه ندقوا ليه البرا. لا ما كانش شي براني، شي غير مو غير الناس من اكادير من رنتان جابوا كلشي صورناهم جاو. كل ما جا يجي وماشي جاو. وقف في الحال واقف وضرب الشلحه قال لي هذا راه عربي هذا. هذا كل جهه كل جهه كل جهه يدات زيدت يويتي الرزق غير ما زيرت هذا ان شاء الله. احيانا الله هذه سنشئ العدس ان شاء الله. ماشي 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 على حسابنا. كي داير الثمن اليوم في السوق انت؟ ايوا الثمن وليت انت 30000 تيغطن وكذلك يغجدن او دنيتني 40 مشينا 42 45 يا حولين دير مشينا 80 90 100 كل مهم كل الملك في الثمن ديالو. هيا تبارك الله عليك. شكرا. تبارك الله عليك. السلام عليكم. بخير الاخ لاباس عليك؟ كل شيء بخير. الصحه لاباس. السوق شويه كاين الثمن تقريبا مرتفع، واخا كاينه السمونيه كاينه ولكن الثمن شويه مرتفع، ولكن راه خيرك عارف تلك السابات تقريبا راه واكلين الشحت بزاف بزاف الله يكون في العوان. تعرف الانسان راه السنه كامله كيتسنى هذا السوق هذا ديال العيد باش عادي يستافد شويه. الاعلاف غاليه، كل شيء غالي، نطلبوا من الله التوفيق. المهم انت كتشوف الحمد لله العبورات كاينين 42 50 36 كاينه حتى 60، كاين شي شويه الثمن مرتفع هذه السيمانه الثمن شي شويه، ونطلبوا من الله التوفيق. هذا الشيء اللي خلى الغلي يتزاد البراني اللي دخل تاع المال قليل. البهايم قلال هذه السيمانه. هذه السيمانه هذه كاين تال البراني، كاين الشاري بزاف، واخا هذه العشيه شويه تقطع الشاري ولكن الشاري كاين موجود الحمد لله. كاينين البهايم وكاين تا الشاري مزيان. شحال؟ 56000 اللي عطاو. شحال بغيتو؟ بغيتو 60000. بغاو قال لك اسيدي 60000 ريال. عطاو 56000. انا بخير هذا 62 اللي عطاو؟ عطاو 62. شحال بغيتي فيه؟ قلنا فيه بزاف شويه. ها؟ رخيصة. الله يسخر لك. سنان الحليب هذا؟ نعم. سنان الحليب؟ سنان الحليب. شتي اللي باغي فيه 70 عطاو 62000. واو. زايدة شوية نغيزة اليوم ياك؟ شوية. ها شحال زايدة اليوم تقريبا؟ تزيد واحد 100 درهم ولا. 100 درهم زايدة أكثر من 100 درهم. أنا اللي شفتها زايدة 8000 ريال اللي زايدة. لا لا ما كملش 8000. ياك؟ إيه. والله يسخر. شتي اللي قالوا الناس؟ أنا ما كملش 8000. الله يسخر لك.